الأسئلة كتير وعندي يعني حب استطلاع، أنا بتعامل مع القطيع ده إزاي؟ برامج التغذية، برامج الإظلام، الإضاءة نفسها مهمة، يعني إحنا برامج الإظلام عليها دور كبير جدا في معدل التحويل، لكن أنا عندي قطيع بستخدمه في إنتاج بيض، فده بيتم إزاي؟ والله القطيع بداية بيخش العنبر بيبقى بيضة، ما بيبقاش فرخ كتكوت. ولا بيبقى كتكوت ولا فرخ، عشان كده الفرخة دي ما بتشوفش الضوء خالص ولا الجو بره غير وهي خارجة بقى في نهاية بعد ما أدت عمر مهمتها. الإنتاج بعد ما أدت مهمتها، فبتخش هي بيضة، في كل عنبر فيه الحضانة الخاصة بيه، بيتحضن طبعا نسبة من الذكور ونسبة من الإناث. العنبر بيستوعب عندي حوالي 2800 فرخة وحوالي 400 ديك، تمام. الكمية دي بتقعد بقى معايا لغاية مرحلة انتهاء الإنتاج، بعد كده إيه بنتخلص منها خارج العنبر. طبعا عملية المعاملة الغذائية والمعاملة الضوئية ومعاملة كمية الهواء دي ماشية تبعا للكتالوج بتاع الفرخة دي، ايوه السلالة اللي عندي دي ليها كتالوج، ليها العمر ده محتاج إضاءة كذا، محتاج كل ده بيتظبط بالبي ال سي اللي هو البروجرامبل لوجيك كنترول بتاع العنبر، بيجي المهندس يظبط البرنامج، هو اوتوماتيك بيديني نسبة الإضاءة اللي أنا سجلتها ونسبة الهواء اللي أنا سجلتها والمية والأكل وكل حاجة بتتظبط اوتوماتيك، مفيش تدخل أي عامل بشري في الموضوع. انتاجنا حضرتك قلت لي 6 مليون بيضة سنويا، حاليا ثلاثة. حاليا ثلاثة، بنسوقهم ازاي؟ مين اللي بيستخدم البيض ده في انتاج اللقاحات في مصر؟ حضرتك عارف ان النوعية دي من البيض خالية تماما من اي مسبب مرضي واي مناعة امية، خالية تماما. البيضة دي كنا بنستوردها لغاية سنة 2000 اللي هي ما كانش نمتلك لسه المشروع، وكان سنة 2000 وصل ثمنها الاستيرادي البيضة الواحدة 12 جنيه مصري في 2000. في 2000، حاليا هي ثمنها عالميا 5.5 دولار. 5.5 دولار، يعني حضرتك بتكلمني في 100 جنيه اكتر من 100 جنيه تقريبا. خمسة تكلفتها بعشرة. الاستيرادية. فطبعا مصر بتمتلك ثروة جامدة في امتلاك هذا القطيع، لان انا عندي البيضة بوردها حاليا ب 15 جنيه مصري داخل مصر داخل مصر، ب 15، وبصدرها بسعر منافس للسعر العالمي، بصدرها اقل من 5.5 طبعا كسعر منافس، ولكن عايز اقول لحضرتك ان البيضة دي لازم تكون خالية تماما من اي مسبب مرضي واي مناعة امية، ولذلك بتتعرض لاختبارات. ده احنا لسه يعني كل الحديث من اول الحلقة احنا لسه ما كناش عن البيضة خالص، ده تمام. احنا بنتكلم عن المشروع وانتاجنا والجدوى الاقتصادية. مين الدول اللي بتستورد مننا؟ كنا لغاية 2006 قبل انفلونزا الطيور كنا بنصدر لحوالي 17 دولة، كوريا وماليزيا وفنزويلا، وكنا ودينا شحنة لإيطاليا، وبنصدر للسعودية، بنصدر لحوالي 16. طبعا حضرتك عارف ان اعلان انفلونزا الطيور في مصر، فشركات طيران كتير احجمت عن نقل البيض والدواجن من مصر، فانما حاليا الحمد لله خدت مناقصه وزاره الزراعه السوريه، وبصدر للسعوديه وشركه فقيه في السعوديه ووزاره الزراعه، وبصدر لفنزويلا في اسبوعيا 9000 بيضه. ما شاء الله، يعني احنا محتاجين اجراءات علشان نرجع التصدير مرة اخرى. في منشآت بيتم تسجيلها ان هي خالية من انفلونزا الطيور، ده حتى الانتاج الدواجن، ودي بيتم التصدير من خلالها. ما خدناش اجراءاتنا بالنسبة للمشروع بحيث ان احنا ما عندنا شهادة نقدر نرجع للاسواق العالمية تاني؟ حاليا قدمت في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمعاونة نائب وزير الزراعة الاستاذ الدكتور منى محرز ان انا اعمل فري زون. ايوه. بيعتمد على ان انا اقدم لهم شهادات تحليل سنه سابقه، وانا الحمد لله المشروع بيتحلل بريوديكال بانتظام شديد في معامل وزاره الزراعه، ودي معامل معتمده واخده الايزو 17025 بتاع الرقابه اللي هو المعمل المرجعي
للرقابة على الإنتاج الداجني، وكمان ببعت عينات للهمن ألمانيا وتشارلز ريفر في أمريكا، وآخر مرة بعت بول برايت في إنجلترا، وباخد شهادات عشان إيه يرتكز عليها المشروع. قدمت الفايل ده كله للهيئة العامة للخدمة البيطرية، وهم قائمين على إصدار شهادة الفريزون اللي أنا أقدر أصدر بها تاني. لا ده احنا بنتكلم على ان احنا عندنا منشأة هي ثالث منشأة على مستوى العالم، ولا تقل في تنفيذها وفي انشاءاتها وفي تصميمها وفي انتاجها عن هذه المنشآت الاخرى. يعني احنا بننافس، ناقصنا بعض الشهادات عشان نرجع للسوق العالمي تاني، عشان ندخل تاني ونرجع شهادة نشتغل. شهادة فري زون من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وان شاء الله هي دي هتصدر لنا عن قريب. وما زال الألمان والوفود الأجنبية لما بييجوا يزوروا المشروع بيبقوا منبهرين جدا بالنتائج اللي احنا عاملينها، ومنبهرين يعني والله، يعني الألمان بيقولوا لي انت عامل نتائج تكاد تكون احسن من لوهمان الأصلية اللي عندنا في ألمانيا.